أكسجين على المريخ، لقد فعلتها ناسا، هل تصدقون؟ فبعد تجربة استمرت عامين، استطاعت ناسا استخراج الأكسجين من الغلاف الجوي للمريخ عبر أداة موكسي المتواجدة على مركبة بيرسيفيرنس، التي قامت بتفكيك جزيئات هواء المريخ وتحويلها إلى هواء نتنفسه. تجربة موكسي بدأت منذ هبوط مركبة بيرسيفيرنس على المريخ في عام 2021، واستطاع الجهاز منذ ذلك الحين إنتاج 122 جراماً من الأكسجين، فيما أكدت ناسا أن هذه الكمية كافية لإبقاء كلب صغير يتنفس لمدة 10 ساعات أو إنسان لمدة 4 ساعات. مسؤولون في ناسا قالوا أن هذا الاكتشاف سيساعد في توفير الأكسجين وبالتالي التواجد الطويل الأمد في الفضاء، كما سيسمح بدعم حملات استكشاف بشرية للكوكب الأحمر.